البوست اللي احنا يعني اتكلمنا عنه يعني كتبه طبيب، ويعني واضح من كلامه انه يعني مع ختان الإناث. تعليق حضرتك على هذا الكلام؟ الحقيقة البوست ده يعني مستفز جدا جدا جدا، لأنه ده يعني لا يقع تحت حرية الرأي، لأنه مش من حق هذا الطبيب ولا غيره أنه يتكلم على رأي في حاجة، في مسألة في إجماع من الأطباء وفي إجماع من المراجع العلمية ومن كل المجتمعات العلمية بأن هذا الإجراء غير طبي وغير صحي وليس له أي فوائد. فدي حاجة لا تخضع لحرية الرأي ولا حرية التعبير ولا وجهات نظر ولا كلام من الفارغ ده. نمرة اتنين، أن هذا الإجراء مجرم قانونا بحكم القانون، وكان جنحة زي ما حضرتك قلت بالضبط في كلامك، وأصبح جريمة. فغير مقبول إطلاقا أنه طبيب يكتب حاجة زي كده على بوست. والمأساة بقى أنه أنا لقيت المعد بتاع حضرتك كان بعت لي اللينك بتاع البوست ده، ألاقي 11,000 شير. يعني أنت بتواجه ظاهرة للأسف الشديد رغم وعي المجتمع العلمي والمجتمع الجامعي والمجتمع الطبي والقانوني والتشريعي، إنما عندك في المجتمع مازال أعداد مهولة لسه مخدوعة بهذا الإجراء تحت أي مسمى من الناس المتخلفة والناس اللي بتتبنى مواقف الحقيقة ضد التقدم وضد العلم وضد إن احنا نمشي لقدام. فمسألة متفزة جدا ولابد من مواجهتها ولابد من إدارة العلاج الحر. وكويس إن الدكتور علي محروس معاك على التليفون الآخر، إنه لازم تاخد موقف. طيب. دي مسؤولية إدارة العلاج الحر.